واحدة من أكثر نتائج الحرب تعقيداً هي مشاكل الجرحى التي لم تنتهي ولا يبدو أنها ستنتهي في القريب العاجل بالنظر إلى تعامل الشرعية مع هذا الملف الشائك. مطلبنا عدم استغلال معاناة الجرحى والمتاجرة بها، وأيضا من مطالبنا ومن مطالب الجرحى ومعالجتهم أو السعي في وضع حلول لمتاعبهم ومشاكلهم أو تسفيرهم إلى الخارج. أغلب هؤلاء لم يكن ضمن صفوف الجيش قبل الحرب، لكن انقلاب الميليشيا دفع بهم إلى حمل السلاح للدفاع عن مدينتهم كواجب وطني وأخلاقي دفعوا ثمنه باهظا. قيادة المحور هي المسؤولة الأول على جرحى الجيش الوطني والمقاومة بأن تتخذ إجراءات ضد اللجان الطبية التي تعبث بجرحى الجيش الوطني. قتل هؤلاء قتالا شرسا وتمكنوا من صد جحافل الانقلاب، لكنهم فقدوا أجزاء من أجسادهم خلال المعارك ما تسبب للكثير منهم بإعاقة دائمة. نحن جرحى الجيش الوطني، جرحى شلال، هل منا من لهم 4 سنين على الفراش مطاريح، منهم من هم سنتين، ومنهم من لهم 3 سنين، ومنهم من هم 4. خلاص الآن طفع الكيل، لا نريد أن نرقد على الفراش، نشتي أن نتعالج. لنا من 9/9/2015 ونحن لم نتلقى سفر للخارج نتعالج، وتقاريرنا كلها تتكلم على أساس أن الشخص هذا الجريح هذا يحتاج أنه يسافر يتعالج بالخارج. عندنا جرحى يعني من كثر القروح الذي بأجسامهم تعفنت وبسقوا أرجلهم ورجموا بهم بالمستشفيات. توقع الجرحى أن يجدوا الرعاية الكاملة من قيادة الشرعية، كيف لا وهم انخرطوا للقتال تحت رايتها والدفاع عنها في وجه الانقلاب، لكن كل تلك التوقعات ذهبت أدراج الرياح ووجدوا أنفسهم مضطرين للخروج إلى الشوارع للمطالبة بأقل الحقوق وهي تلقي الرعاية الطبية اللازمة. فواز الحمادي، قناة بلقيس، تعز.